مؤسسة كبيرة ومن أكثر المؤسسات مصداقية في العالم فيما يخص الاستقراء ديال الرأي، لي سونداج. كدير استقراء الرأي على ما هو اقتصادي، اجتماعي، سياسي، العلوم، الطبيعة، اللي بغيتي. وعندها الإمكانيات وكتصيفط ناس حول العالم وكيشاركوا، على الأقل كتلقى 80 90 دولة مشاركة. درت واحد الفيديو وقلت ان مؤسسة جالب دارت واحد الاستقراء ديال الرأي، وقالت لك المغاربة اول شعب في العالم مستعد يهز السلاح ويدافع على بلاده. وش التعليق عبد اللطيف؟ بركة من السلوكية عبد اللطيف. يعني اولا هذه مشكلة، ان بعض المغاربة ما تقوش ويلي احنا الاولين في العالم، احنا الشعب الاكثر وطنية في العالم، ما تقوش. هانتوما ها قالب، هانتوما شوفوا المغرب وشوفوا اخر دولة شكون هي. هانتوما شوفوا هنايا، ها هي قالب ياك، هذا اللي كيظن انه هادشي انا مزورو يقول القالب يدعوني. هانتوما ها المغرب، ها هو المغرب، ها هو شتيوه، ها هو 94%. ما عرفتش واش هادشي كيبان لكم ولا لا. واليابان اخر دولة ب 11% فقط اللي قالوا انهم مستعدين يتضاربوا. انا كبرت هنا، شوفوا هنا، شوفوا عافاكم، راه هو موراكو 94%، شتيها من بعد فيجي ومن بعد باكستان. واخر دولة اليابان، ها هي 11%، ها هي جابان 11% قالوا احنا مستعدين نهزوا سلاح ندافعوا على بلادنا. و هاي مرة أخرى موراكو، راهو 94% قالوا احنا مستعدين نهزو سلاح وندافعوا على بلادنا. ومرة أخرى راهو غالوب، شتيا هادشي راه ماشي ديالي أنا، ديال مؤسسة غالوب العالمية اللي معروفة باستقراء الرأي بلي سونداج. حيت ملي قلتها كلشي قال لك ويلي بركة من الكذوب، كيفاش المغاربة هما الاولين في العالم اللي تيقول لك حنا مستعدين نهزو السلاح في حالة طرات شي حاجة البلاد ديالنا. نعم صدق او لا تصدق، ناس احرار، لكن هذه هي الحقيقة. واحد الخبر، الغرب اللي ما كيتعاطفش مع الفلبينيين. تصوروا معايا، يا ريت لو كنت قد ندوزو لكم ما غاديش نقد. كاين القضية ديال الملكية الفكرية وصعيبة. العمدة ديال مدينة نيس فرنسا، نيس مدينة على البحر من أجمل، على داك لازور وكذا وقريبة لسان تروبي. المهم العمدة ديال مدينة نيس هاكا في التلفازة كيقول لهم راه هادوك الفلسطينيات اللي هازين الرضع، هادوك راه مونيكا ديال البلاستيك. قال لهم هازين الرضع ديال البلاستيك هاكا في التلفازه الفرنسيه. لو يكون دارها على شي امه اخرى ولا دين اخر ولا شعب واحد اخر، كانت هتكون مطالبات بالفصل والطرد والمحاكمه. لكن حيت هادو بالنسبة ليه فلسطينيين عرب مسلمين، قال لهم هادوك الأمهات الفلسطينيات اللي هازين الجثث ديال الرضع، هادوك مونيكات. يعني الفلسطينية كتشد مونيكا وتلبسها ولا تدور عليها، حيت شفنا فيديوهات وصور مؤثرة ديال فلسطينيات هازين وليدات ديالهم صغار، مشاو الأخيرة الله يرحمهم بالقصف من طبيعة الحال، وبعض منهم ملوي بالكفن. إلا كيبان غير الوجه، داك الوجه الملائك ديال الطفل ولا رضيع. لا سي العمدة ديال النس قال لك لا هادوك مونيكات. عاتي الواحد ملي كيقول هكا كتوصل لواحد المستوى ديال اللا إنسانية
وديال البشاعة وديال التحيوانيت وديال أي كلمة كتبدا بالتحيوانيت التبهيميت اللي بغيتي. هذا بهيمة حيوان ما فيهش ضرة ديال الإنسانية، هذا الضبع. وداك واحد من أحقر الحيوانات في الأرض، كنعتبره الأحقر، هو داك الدراغون ديال سميت واحد دير بحال السحلية كبير، اش كيتسمى. المهم هذاك أشرف من داك العمدة، داك الدراغون هو كيسميوه الدراغون شي حاجة، كياكل كل شيء، كياكل الجيفة. هذاك أشرف من هاد العمدة ديال الناس اللي كيقول هاد الكلام، كومودور دراغون، برافو عليك. شكون اللي قال هذا؟ فيريوس جريك، الجمهور ديال دار الخبر ديما كنقول ما كانش من احسن. عرفتي داك الحيوان، شكرا، ديال الكومودور دراغون، داك التنين الكومودور، التنين الكومودور، انا كنعتبره ربما احقر مخلوق كتكون، اعزكم الله، ماشي مشكل، حنا كنهضروا على العلم، كتكون شي جيفه ممكن تكون 12 يوم برا، والشمس والروايح والدبان، كيجي الكومودو كيسرطها كلها، هو كبير كيسرطها كلها. هذاك اشرف من هاد العمده ديال الناس، على الاقل هذاك راه الله سبحانه وتعالى خلقه وعطاه ديك الطبيعه. اما هذا هو تحرر من الانسانيه، ولا احقر من تنين الكومودو. قال لك سيدي ان الامهات الفلسطينيات كيهزوا المونيكات ويديروا راسهم انهم هما، ان هذوك زعما ضحايا. الف مبروك اخواني اخواتي، الف مبروك للابطال والنجوم المغاربه، بونو جائزه احسن حارس افريقي، الركراكي جائزة أحسن مدرب إفريقي، واللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين كنقولوا ليه مبروك، كيلعب مع نابولي، أحسن هداف ولاعب إفريقي. ألف مبروك، ألف مبروك لمدينة مراكش اللي نظمت هذه التظاهرة، وكانت شي حاجة كبيرة بزاف، كبيرة وجميلة، وكتزيد الإشهار وتعرف بالمغرب وبمدينة مراكش. إنما بلاد العسكر منذ البداية علنوا عليها من أول البارح أنهم ما جايينش، ما جايينش. خليني عفاكم نقرأ عليكم واحد التعليقات ديال الدراجي، كتعرفوني وعدتكم أنني ما غاديش نعاود نذكره، ولكن احنا دابا في الرياضة ما يمكنش ما نذكروا شيء. قلت لكم ما نعاودش نذكروا ملي كيعطي رايه في السياسه، حيت هو معلق رياضي. دابا الرياضه هو دائما كيامن بنظريه المؤامره، ما عندوش مشكل مع الطوابير، ما عندوش مشكل مع المشاكل اللي كاينه في البلاد، لكن بالنسبه ليه مؤامره ضد الكره الجزائريه. اشنو قال؟ سمعوا معايا اشنو قال الدراجي. قال لك استيبعاد